شباب جميل سعد علم ارفع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي بالمؤسسة وعلى رأسهم السيد المدير الذي تعذر على الحضور بسبب وعكة صحية، أتمنى له الشفاء. قلت أرحب بالسادة الضيوف وعلى رأسهم السيد رئيس الدائرة والسادة المدعوين، وأتأسف لعدم حضور بقية المدعوين، والترحاب لمتربصينا ومتمهين الجدد، أتمنى لهم التوفيق، أتمنى أنهم أحسن الاختيار. متربصينا ومتمهين القدماء، أتمنى لهم استمرار ملؤه النجاح. أما التحية الأخرى فهي للسادة أعضاء الطاقم التربوي من مؤطرين أساتذة ومؤطرين ومساعدين، أتمنى أن يكدوا ويجتهدوا وأن يقدموا كل ما لديهم لأجل التكفل بهذه الفئة التي اختارت مسار التكوين المهني. دون إطالة أجدد الترحاب بالسادة الضيوف، وجدد الترحاب بالمتربصين والمتقدمين والمتمهنين الجدد، أتمنى استمرارية لجميع متكوين القدامى، وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد وزير تكون التعليم المهنية، بمناسبة الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية 2017-2018، إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه لا يوم الدين، السيد والي الولاية، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيدات والسادة المنتخبون، وزارة التكوين والتعليم المهنيين، شركاء القطاع، المتربصون المتمهنون والتلاميذ، وزارة الإعلام. تغمرني السعادة اليوم وأنا أقاسمكم باعتزاز الاحتفاء بانطلاق السنة التكوينية الجديدة للموسم 2017-2018، وأود أن أغتنم هذه المناسبة الطيبة لأرحب بشبابنا في أحضان أسرة التكوين والتعليم المهنيين، كما لا يفوتني أن أحيي كافة الرجال والنساء التكوين والتعليم المهنيين، وأعرب لهم عن امتناني وتقديري لما يبذلونه من جهود وتجنيد متواصل للارتقاء في القطاع وتحقيق الأهداف المسطرة له. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بدأ ببدء أهنئ أصالة عن نفسي ونيابة عن الطاقم التربوي والبيداغوجي والإداري لكافة المؤسسات التعليمية، أتقدم بالشكر والعرفان للطاقم المسير لهذا الصرح التعليمي، ونتمنى إن شاء الله أن تكون سنة موفقة للجميع. كما أتقدم بكلمة إلى أبنائي وبنات المتربصين والمتمهنين بأن عصرنا هذا عصر التكنولوجيا والتقدم العلم، ولا مكانة لمن لم ينهل من هذا
المنبع القويم ألا وهو التعلم. ولهذا وكما تعلمون أن بلدتنا أو جميع بلدان الجزائر في حاجة إلى من له هذا السلاح القوي ألا وهو العلم والتمكن من ما من من ما هو في صدد التعلم إليه. ولهذا كلما كان هناك جد واجتهاد وتمكن من المعارف التي تلقاها من خلال هذا التكوين كلما كانت له مكانة مرموقة في المجتمع وفي ميدان الشغل. نتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا الشرف كسلطات محلية للمشاركة في هذه المراسيم الدخول التكوين المهني لسنتي 2017 و2018، بحيث ليكون في علم أن الدولة تولي أهمية قصوى لقطاع التكوين المهني. ما معنى الاقتصاد البديل؟ هي تشرف مثلا على قطاع الفلاحة، على قطاع السياحة، هذا هو الاقتصاد البديل، هذا هو البديل في هذه الأونة الأخيرة ولا سيما السنوات الأخيرة. فعليه فساهم بقصد كبير قطاع التكوين المهني في تنمية الاقتصاد الوطني. فيجب على جميع المتربصين أن يتضافروا الجهود مع الطاقم الإداري والطاقم التربوي ليوصلوا المبتغتهم لهدفتهم هو النجاح في حياتهم اليومية والمهنية. فبهذه المناسبة نعلن الانطلاق الرسمي للتكوين المهني 2017-2018 ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا. جميع متمهنين ومتربصين في فترة تربصية مكللة بالنجاح والاجتهاد، وفقكم.